سيناء ما يحدث في فلسطين. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت النهاردة أنه في شاب فلسطيني أيضا اسمه إسلام حرز الله استشهد متأثرا بطلق ناري في البطن. قوات جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة أطلقوا هذا أطلقوا عليه الرصاص، والصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين في جمعة حرق العلم الإسرائيلي ل 701 مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وزارة كمان وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان صحفي النهاردة الجمعة إن في 16 مسعف من الطواقم الطبية أصيبوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع شرق خان يونس. وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية المنظمات الدولية بموقف حازم وواضح من استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنقاط والطواقم الطبية، وطالبت أنه يبقى في توفير للحماية الكاملة للنقاط والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في شرق قطاع غزة. نروح إلى خبر آخر أيضا متعلق بما يحدث في فلسطين. الأزهر الشريف الحقيقة ندد باستمرار قمع قوات الاحتلال الصهيوني المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني، ودي الجمعة الثالثة على التوالي اللي بيحدث فيها هذه الاشتباكات وبيسقط فيها شهداء من الفلسطينيين، وده أوقع أيضا مئات الجرحى وسط صمت وتخاذل دولي رهيب. بيان الأزهر الشريف أشار إلى أن جرائم الاحتلال لم تقتصر فقط على البشر بل امتدت لتشمل المقدسات، بعدما أقدم المستوطنون الصهاينة على إحراق أحد مساجد بلدة عقربة جنوب نابلس وكتابة عبارات عنصرية على جدرانه، وهو ما يؤكد إصرار الاحتلال على المضي قدما في استهداف الإنسان والأرض والمقدسات في فلسطين المحتلة. وأشاد الأزهر الشريف بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله الباسل لتحرير أرضه وحماية مقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.